بعد السرطان. طيب يا استاذه نجلاء، ما سالتيش طبيب كده انه ممكن يكون الدم ده مؤذي للجسم وللصحه؟ لا الصراحة ما سألتش والله يا دكتور أو أستاذ وائل. ما سالتيش انت لا يعني طالعه تتوارثي هذه العاده يعني. أيوه، عايزة أقول لك حاجة يا أستاذ وائل، والله ممكن اتفضل يا فندم. إحنا بنعاني حي بحري بالذات في منطقة الجمرك باب واحد، بنعاني من الزبالة والناموس والدبان والحشرات، ورحنا للحي كذا مرة مفيش حد سأل فينا ولا حد عايز يعمل لنا أي حاجة. منطقة في منطقة لا بحر، ان شاء الله نبعت لكم منطقة كاميرا كويسة جدا، نشوف ده ان شاء الله. طيب ما جاش يا منطقة جماعه الدكتور خالد؟ طيب منطقة باب واحد عند الجمرك، مبوظين الدنيا خالص بالزبالة والناموس مبهدلنا والدبان طيب مش عارفين. بتوجه لك هسأل بس الدكتور خالد، خلينا في الموضوع وهنبعت لكم الكاميرا للتاني. دكتور خالد، هل الدم الترس ده بيعالج القلب؟ دكتور خالد، دكتور خالد سامعني؟ طيب نشوف التحقيق مع الصيادين اللي اصطادوا الترسة دي من البحر، حققوا معاهم لانه زي ما بقول لكم الصيد ما زال محظورا يعني. تمنها في حدود قد ايه؟ والله انا ما يعني حوالي 100 جنيه 150 جنيه كده يعني، ما زادش عن كده. والكبيرة؟ اذا لقينا حد يشتريها. والكبيرة؟ الكبيرة زي الصغيرة. زي الصغيرة. ما ببيعهاش انا اصلا انا صياد مش بتاع. هتعمل فيهم ايه؟ يعني احنا مسحنا عندها 9 ترسات. انا الاولى طالعين في معايا في الغاز. تمام. كنت بدور على حد يشتريه مني لان ما نعرفش ان هي بس احنا لقينا عندك صدف تاني كتير يعني، انت كنت دارك قبل كده. لقينا صدف لوحده. لا الصدف اللي لقيناه عندك. لقينا اكتر من 9 صدفات و9 حيين. انا اتخذت ما عندي الترس، انا معترف ان انا الترس بتاعته. انا ما اعرفوش اولا ولا هو يعرف. تمام. انا اخويا خالي بيقعد معايا راجل كبير. فبيقول لي يا حميس انت بتشتري العظمه. بنقط انا بشتري العظمه دي يعني هنا بنلاقي بيها 5 جنيه 2 جنيه 3 جنيه ناخدها من البيع. انت بتقولي وناخدها من هنا ووضعها لاي حد بيجي ياخدها من الرجاله. غير كده ما بيعمل كام العظمه كله الواحده ب 23 28 جنيه. انت بتربح ما بتبعهاش يا فندم، ما اعرفش ابعها.